السلام عليكم. في الفيديو ده هنحاول نتعلم ازاي نعمل تقليل لحجم اي فيديو بكذا طريقة مختلفتين عن بعض. الطريقة الاولانية احنا ممكن يعني الاول هوريكم البرامج هتتسطب ازاي. اللي عندي البرنامج الاول اللي هو اني فيديو كونفرتر هنفتحه. هنفتح الوينرار، هبقى احط لينك في الديسكريبشن بتاع الفيديو، اللينك للبرنامج ده ولينك للبرنامج التاني اللي هو الهاند بريك ده. او سبايز كده انا هسطب البرنامج من هنا، اختار الانجليش طبعا او في عربي، تقريبا في عربي. ها، اللي عايز يختار العربي يختار العربي، بس انا افضل الانجليش. هنختار دي طبعا، عشان لو اخترنا دي علامة النكست هتروح، فنختار دي. بعد كده مش هنغير حاجة من هنا، وهنختار دي برضو مش هنغير حاجة، هنختار النكست. مش لازم يعني نعمل علامة صح على دي، نعمل نسيب دي زي ما هي، يعمل يعني اختصار على الديسكتوب بتاعتنا وبس. نعمل انستول ونستنى. هو على حسب بقى الكمبيوتر اللي شغال عليه، هو سرعة تسطيب البرنامج على حسب الكمبيوتر اللي شغال عليه وسرعة الرام وكده. يعني المهم هنفتح البرنامج كده ثانية واحدة بس يحمل. هو طبعا البرنامج ده بيدفع بيه فلوس، فعشان كده نازل معاه تهكير معين. ده من البرامج اللي السهل الواحد يهكرها بصراحة، تهكير مش بتاعي يعني. طبعا احنا الواحد لازم زي ما انتم شايفين يقفل الانتي فيروس بتاعه، لان التهكير مش دايما يعني، التهكير بالانتي فيروس بيعتبر فيروسات او حاجة ضارة فبيحاول يوقفها. انا هقفل. المهم احنا كده فتحنا البرنامج، انا عالجت المشكلة، فتحنا البرنامج كده خلاص. التهكير بتاعه سهل بكل بساطة. هنفتح دي. ممكن لو واحد عايز يغيره عربي، تقريبا في تغيير للغات هنا. لا للأسف. المهم هندوس على العلامة الأقرب لعلامة المفتاح دي، وهننقل من هنا، هننقل الكوبي بيست من هنا، من البرنامج اللي انا فاتحه اللي هو ده، هننقله كوبي بيست من هنا. ماوس بتاعي خردة. هو ممكن يعملها كذا مرة، فهنحاول كذا مرة.
يعني كده هتتغير. غيرناها وكده بيقول لي thanks for your support، يعني اكيد اشتريت البرنامج يعني خاص بيا. دلوقتي البرنامج ده فيه كذا ميزة، يعني هو ممكن انا اد URL واحط الرابط بتاع اي فيديو مثلا من اليوتيوب، من الفيسبوك، بعض الفيديوهات من الفيسبوك، بحيث ان انا اقدر احملها لما يكون عندي الرابط بتاعها. ما عنديش رابط دلوقتي بس بوريكم مش اكتر. اللي يهمني هنا اللي انا عايز اعمل كونفرت بطريقة معينة. الطريقة الاولى ولتكن المحاضرة دي. هو البرنامج ده بيعمل كونفرت لصيغ كتيرة جدا جدا جدا، لكن انا بفضل استخدامه في الصيغة دي. هو في الصيغة دي انا بعمل ايه؟ في الصيغة دي بيقلل الجودة جدا، بيقللها جدا، بس في نفس الوقت بيخليلي الحجم معدوم. يعني لو بعض المحاضرات، يعني في بعض الدكاترة بعتولي محاضرات 750 ميجا بايت، يعني المحاضرة أولى ومحاضرة تانية، واحدة 500 ميجا بايت وواحدة 250 ميجا بايت، فده طبعا هضطر اللي انا تقليل الحجم. البرنامج التاني ما مش هيقدر عليها 500، هيقللها بكثير ل 125 ميجا بايت، يعني الربع، فبرضه هتفضل تقيلة. فانا مضطر يعني اسفا اللي انا اقلل الجودة واختار دي، اختار واحد من غالبا دي هيعمل لي، هدوس على convert، convert now، وبيقول لي فاضل 5 دقايق على الموضوع بس انا مش عايزه دلوقتي. ف يعني انا هنا بضحي بالجودة عشان الحجم مش اكتر. الجودة بتاعتها بتبقى يعني هوريكم مثال، يا رب الاقيه. بس مثال اهو، يعني الصورة منغمشة بس بتتقري، بتتقري بصعوبة شوية. دي هي الطريقة الأولانية. الطريقة التانية بالبرنامج التاني اللي هو هاند بريك، ده برنامج فري من غير أي حاجة. نيكست، نيكست برضه انستول وبتسطب بسرعة. هنختار الفيديو اللي احنا عايزينه من هنا، او هو ممكن يعمل كونفرت لكذا فيديو مع بعض، بس خلينا في اللي معانا دلوقتي. اي حاجة مثلا هنا، هو هنا بيخيرني بكذا، يعني كذا فورمات، هي مش هتفرق معانا قوي بس الافضل اللي هنا نستخدمه ام بي 4 عشان حاجات كده. ببساطة شديدة هدوس على ستارت انكود لما اخلص كل حاجة، ماليش دعوة بقى بالاوبشنز التانية اللي قدامي دي، دي حاجات يعني متقدمة شوية. فهدوس ستارت انكود واخلص نفسي بسرعة كده. هياخد وقت هو اخر. التايم ريميننج هياخد في حدود ربع ساعة، ده طبعا على بناء على سرعة الجهاز بتاعتكم، وغالبا بيقلل الحجم بس مش بيلمس الجودة. الجودة بتاعته تبقى عالية قوي بس مش بيلمس الجودة، وده يعني البرنامج كويس جدا، وكمان اللي هو ببلاش.